السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حصة زينهم. اليوم جبت لكم مقروط المقلة، مقروط المقلة اللي سماوه الحراير سلطان الميدة. مقروط المقلة لا بليبار كامل يعرفوه، مي كامل تقريبا عندهم مشكل ينحلهم في المقلة. أنا جبت لكم الحل، دعوة الخير برك. الحل هو الميزان. الناس تخدم بلي ميزوغ، كاين يجيهم شباب كاين ينحلهم في المقلة، أنا نخدم الميزان. الميزان اللي دام هو اللي يهردنا باش ينحل في المقلة. تفيضي شويه تاع اللي دام مقروط تاعك راح. حنا واش عندنا؟ عندنا سميد متوسط 550 غرام، ماشي 350، 550 غرام تاع سميد متوسط. عندنا 175 غرام تاع سمن، وعندنا ملح وما زهر. المقروط تاعي ما فيه لا بيض لا فارينة، يعني مقروط تاع زمان ما غيرت فيه والو، انا درت له الميزان برك. نشوفوا نشمخوا المقروط تاعنا باش يريح. هي نورمالمون المقروط نعرفوا كامل اللي دام يندار لافاي، مي حنا عندنا هاد الحصه ما كاش كيفاش، لازم كلش المباشر ومقابلكم باش تشوفوا المصداقيه تاع هاد لا روسيت. نعاود نذكركم بالمقادير، عندنا 550 غرام بالضبط تاع سميد متوسط، جات شويه زياده معليش نقصوها، دوكا نديرو السمن تاعنا يدوب اللي هو 175 غرام، تانيك ميزان سواسوا بالضبط. حنا واش عندنا في السميد تاعنا؟ عندنا قرصة ملح، ما كاين حتى إضافات. حنا السمن تاعنا واش ندوبو؟ ندوبو النص، والآخر اللي مازال ما دابش نخليوه هو يعاود يبرد لنا السمن تاعنا، خاطش لو كان نديروه سخون في السميد واش يصرى؟ صحبة تاع السميد راهي حتتنقلى، كي تنقلى واش يصرى لها؟ كمية تاع المزهر ما تدخلهاش، علاش ينحلنا في المقلة؟ هذه تانيك راهي أون فات تاع السمن اللي نديروه سخون. نحاول نبردو بالسمن اللي قاعد مازال ما دابش. وانا باش يبرد لي لازم نعاود لا كاسرول واحده اخرى باش يبرد بي فيه، يقعد هنا نقعد شحال نبرد فيه ما يبردليش. نقلبو في كاسرونه واحده اخرى تكون بارده باش تهبطنا درجه الحراره. نقدر ندخل صبعي الى سطو حملو صافي ندير، نقدر نديرو ماهوش سخون بزاف. واش ندير؟ نفرغو كامل هذيك 175. كميه قليله بيد وحده ما نحكو ما والو، غير هكذا بين صبعتي. ندخل مليح هذاك السمن بالسميد تاعنا، الا كانت كميه كبيره يلزمنا صحفه ونحكو بين يدينا، بصح هذه كميه صغيره بكف واحد نقدر نخدمها. نخلوها تريح، هي نورمالمون كيما قلت لكم نورمالمون السمن والسميد يباتوا، مي حنا يضيق الوقت لو طون اللي نخدموا العقده تاعنا نعاودوا ندوروا للسميد تاعنا.
نحطه يريح، نغسل يدي. درك نهضروا على العقده. العقده هي اون جينيرال 3 كيلات لوز والكيله تاع السكر، بصح فيها مشكل بزاف اللي المقرط تاع المقله لي كوتي تاع وين تبان العقده ينحرق. منها ينحرق؟ ينحرق من السكر. ما ديري ربع الكميه ديري في المقله ينحرق. انا سطح اللي تحب ديرو ديرو، واللي ما تحبش دير السكر. انا الحل تاعي هو السكر عوضته بالسميد، ندير 3 كيلات لوز وكيله تاع السميد. هذاك السميد كي نديرو ونقليه ما ينحرقليش، تقعد ماغون شويه فونسي على المقرط تاعي، مي نتيجه يعني هايله. ما ندير لا بياض بيض لا فارينه، يعني اللي عجبتها الوصفه دير بها، واللي ما حبتش دير السكر. وصدقوني والله مع اللي يتعسل غير ما يبانش، يجي قلبه معسل ونقصان سكر. انا هنا نورمالمون عندي 150 غرام تاع اللوز، دوك نشوفها. سوا نديرو ميزان سوا الكيل. حنا لو بوت تاعنا ماشي باش اللوز يولي بزاف، نو، نحو كمية السكر نعوضوها بالسميد. عندي هنا 150 لوز، ندير لها كمية تاع واحد 60 حتى 80 غرام تاع السميد. درت 70 غرام، خير الامور اوسطها. فوالا، العقده تاعي فيها القرفه. انا المقروط ما فيهش لا لافاني، لو كان ندير له لافاني خلاص ريحه المقروط تروح لي، تولي بنت لي صابلي، بنت مانيش عارفه. القرفه هي اساس المقروط. ما نكثرش ثاني كي هي تجي محروقه منا في الطرف، ونبلها بالمزهر. عندكم تشمخوها ماشي كيما العقده تاع السكر، تشمخيها خلاص قعد هي تشمخيها، تعاودي ديري تولي لها تصيبها نشفت. بعد ما خلطت مليح السميد تاعي واللوز والقرفه، دوكا نبداو نرشو فيه بالمزهر. انا نسحقو عباره على عجينه. المقروط العقده تاعو ولا كانت كي تاع العرايش مفتته هكذا في المقله ينحل، لازم يتعجن. ماشي يتعجن يتعرك، ما يكون قابض روحه. ولا جرات لك ما تخافيهاش السميد يشربها. انا ما نقدرش نخدم به خاطر راني عارفه باللي يخدعني، نتكلى عليه باللي حواجه تاع خدمه ما نصيبو ناشف. نرشو ونحطو دو كوتي وندور للسميد تاعي تاع المقروط. نشلل يدي. كيفاش نديرو؟ انا المقروط تاعي لو فيه باردون ماشي المقروط، السميد اللي راهو فيه السمن ما نجمش نشمخو كامل على جي، قادر تجرالي ما عنديش باش ننشفو. واش ندير؟ نقسمو اون دو. يا لو كان كمية صغيرة درتها لازم نقسمو اون دو. يعني النوعية تاع السميد هذه راهي شربت لي حالة لي دام، راني دوك درتو كان معمر، اهو شوفو كيفاش شرب. واش ندير؟ نرشو ونعاود نولي للعقدة تاعي. درت زوج حفنات معمرين مليح ونخليه. قلت لكم توجور كي تشمخو السميد تاعكم بالمزهر لي دام ما نهضروش عليه السمن خاطر دي ميزور اكزاكت، مي كي ديروا المزهر قسموه اون دو. يا لو كان كميه صغيره باش هذا يكون سكوغ، خاطش منين داك تجرى اليد. نحطو من بجهه وندور للعقده تاعي، نزيد لها غير شويه ونحربشها. نزيد لها شويه، باش ندير هنا ندير الحربوش تاعي نوجدو.
ما نلويش قباله، خاطر لو كان نبدا نحربش هكذا يبدا يدخل الهواء، كي نبلاصي هنا في لاباط تاع المقروط المقله ينحل. نمشي هكذا بيدي باش نفرغ له كاع الهواء اللي فيه لداخل، باش نبدا ندير هكذا. قد ما ديروا العقده خشينه لداخل يجي المقروط تاعكم همه بالشان وطبع. حنا نديرو لابخيتوس تاعنا تسخن، نلحقوها حتى ل 170، بصح كي نجو نديرو المقروط نقصولها نحبطوها حتى ل 150. ومام في الفرن عادي في خيتوس تانيك لازم سلة تساعدكم خير في الخدمة. نسخنوها بيان ماشي تتنحرق الزيت، ومن بعد نعاودو نهبطو درجة الحرارة، نعمرها بالزيت. كما تعرفوا مقروط المقلة لازم ينغطس في الزيت الحبة باش كي نجبدها طايبة، ماشي نص الفوقاني ما لحقاتوش النار وما لحقاتوش الزيت. نعاود نقلب بس ما نعييه والحبة ما تجيش يعني تحمر تحس واسوا. شفتوا من الاول درت زوج حفناتها، شوفوا ما تلمش، شوفوا المقروط تاعنا كيفاش تعرفوه باللي راهو واجد باش نقليه. كي ندير لاباط تاعي نحسها عجينه، ماشي عجينه مرخيه مي تولي تبيض، ما تقعدش هكذا صفرة. هذا شوفوا ندير صبعي يعاود ينحل، نزيد له حفنه واحده اخرى. ونستناها حتى تشرب باش نزيد الحفنه الرابعه. هذا راني في النص تاع 550، راكم تشوفوا شحال حفنه درت. مازال ما سخنت، ها هو المقروط تاعي لاباط. شوفوا معايا نحسها راهي بياضت باغابوغ على هذا اللي راهو فيه غير سميد. حنا واش نديرو باش نعرفو المقروط تاعنا لا ينحل لا ما ينحلش؟ اون بول نتيستيو لا سخنت او ميم طون لا ما ينحلش. نقدروا نخدموا المقروط تاعنا لو طون هي لا يتسخن ما عنده حاجه. ندير الحفره تاعي هنايا، ندير العقده لداخل. كميه تاع عرطل شفتوا شحال بدت لي 150 وجاب بيا معمر لداخل. شوفوا خشين هكذا اكثر من هاد لا ديمونسيون. ما نقعدش ندير هكذا نروح ونجي، هكذا نمشيه كي نسحق لا ديمونسيون اللي راني حبتها هذاك الوقت ندير هكذا. نحبوه رقيق نطولوه بلوس كو سا، نحبوه عالي نزيروه. Thank you.
دو دوا. دركا نسقمو هادو كيما الموس خسرهم لي، نخليه توجور بومبي. نسقمو له هادوك لي كوان تاوعو باش ما يتفتوناش في المقلة. ولا دو كوبات هكذا نطلعوهم، انا جو بريفير هكذا بيدي. بعد ما سخنت لا فريتوز تاعنا نجيبو السلان باش نديرو فيها المقروط. ما يلزمش نديرو المقروط تاعنا مزير مع بعضو بعض، يولو الجناب ما يطيبوش مليح. هادي ترفد لي 6 حبات. كي تفوت نديرهم شويه درجه الحراره شويه طالعه، نقص لها شويه باش يطيب لي الداخل ما يقعدش خضر. نهبطها حتى ل 160. ونهضروا على العسل تاعنا. العسل تاعنا اون جينيرال العسل كي نشيبوه ونخدموه في الدار يجي شويه ثقيل. المقروط ما يحبش عسل ثقيل كيما البقلاوه، لازم نخفوه بشويه ما زهر باش كيكون هو مليح ماشي ثقيل بزاف. هو سخون من المقله نديرو في العسل تاعي يشربه لي نسمع ديك الطشطشه تاع من المقله قبالة العسل. شوفوا لا كونسيستانس تاعو كيفاش دايره، ماشي ثقيل بزاف ماشي خفيف. وانا كيفاش نعسل المقروط تاعي من المقله قباله للعسل، ومن بعد اللي يتعمر لي هنا نعاود نحطه في سنيوه ونعاود نسخن هذاك العسل ونكبه له من الفوق يبات ليله كامله. الصباح كي نحل حبه المقروط نصيبها معسله حتى لقلبها. نشوف المقروط تاعي اذا طاب وحمار لا كولور اللي حبيتها، كالي يحبوا شويه حمار كالي يحبوا احمر بزاف. يعني ادواق هذه ما نقدروش نفرضوا على الناس، لازم يكون صفر ولا لازم يكون احمر. نزيد له غير شويه واحد 30 سكوند ونحيه. ما تقولوش بك النار باش ما يجيش لداخل الخضر من برا يطيب، يجي يابس من الداخل يقعد عجينه. النار تاعو تكون ماشي متوسطه، شويه فوق المتوسط. 160 تكفيها، نقدروا نوصلوا حتى 170. نزيدو شويه برك باش نشوفو هادوك الطرف تاع اللوز وين كاين خارج، لا نحرقنا ولا ما نحرقش. لو كان نديرو السكر هو المقروط تاعنا ما يطيبش، ولي كوتي تصيبوهم محروقين خاطر السكر يولي كراميل. يا لو كان تنقصي ضعف الكميه. انا اليوم هذا حبيته شويه صفر. كان دي فوا دي كليونت تقول لك انا ما نحبوش احمر بزاف، نحبو جاي صفر شويه فونسي. هكذاك سخون وين نديرو قباله في العسل. شفتوا معايا اللوز اللي نحرقنا ما نحرقش كامل، هذيك الطشطشه نحب نسمعها. انا نكمل نحي العسل، عفوا ماشي العسل، المقروط ما السله تاعي قباله في العسل. ونتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم. راني عاودت وليت لكم بعد ما عسلت المقروط تاعي وشرب مليح العسل تاعو. كما فهمتكم قلت لكم يشرب مليح العسل، ومن بعد نزيدو نعاودو نديروه في سنيوه واحده اخرى بهذاك العسل، نعاودو نسخنوه ونبيتوه ليله كامله. يجي طري 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 بزاف وقلبو معسل كما كنتو تشوفوا معايا، راهو كما سميناه سلطان المايده. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وما ينحلكمش في المقله، يعني تبعوها خطوه بخطوه والميزان لا زايد لا ناقص.
وإن شاء الله نتلاقاو في الحصة القادمة إن شاء الله.